أغلب الخريجين بيدخلوا لأجل الشهرة، أنت لما دخلتي شو أنا كان مختلفة، هدفك؟ أنا موديلي كاديلاك كاديلاك ستروين شيفورلي شو يعني؟ يعني موديل الستينات، يعني أخلاقنا مختلفة والمجتمع متغير بشكل أساسي كثير بشكل مرعب شوفي مرعب. هالقد يعني من وقت ما أنا دخلت للمعهد لهلا الأخلاقيات تغيرت، الفهم تغير، المعطيات تغيرت، المعطيات السياسية والاقتصادية والثقافية كلها عم تقلب قلب. أنا ديك اليوم عم أقول له لأبني، عم أقول له كأنه يوم الأيام يقرب، طب ليش على الزمان يقرب يوم الأيام؟ ليش مو على زمان أمي؟ إنه ما أجي أنا أبداً، بس أو بتشوفي يستنونهم شي جيلين بعدي طيب لأنه بتحسي إنه المجتمع عم يقلب قلب فعلاً. هاي الاكتشافات التكنولوجية اللي عم بتفوت بحياة الإنسان. أنت شايفتيها سلبية ولا إيجابية؟ لا أنا بالنسبة إلي بما إنه موديلي كاديلاك سلبية طب بس ليه سلبية يعني اليوم مثلا هذا يعني؟ الذكاء الصناعي لوين بده يودينا؟ خايفة لوين؟ منه؟ خايفة منه يعني؟ ما بعرف، ما بعرف إذا ما خاف بتعرفي ولا شو ما خاف حاسة؟ بس يعني وين بده يودينا؟ والله مصيبة، يعني ما عاد حسينا بالاستقرار النفسي والعاطفي، نتعاطف ولا ما نتعاطف، مدري شو. انت بتتفرجي على فيلم بيطلع بالاخير انه والله ذكاء اصطناعي او انه هذا مو بس روما ذكاء مثلا، صناعي، ايه يعني امسيه يوم نحن عم نستبدل مثلا، كمان جاي الوقت هلا يستبدل جيل جديد الممثل يصطفل يصطفل الجيل اللي بعد، المهم انا تخلص حياتي او قبل انت ما تقلب مرتاحه اكثر من هيك. عندي واحد بالبيت كثير مودرن، يعني انا كاديلاك هو، شو بدي اقول لك؟ عم نحكي على سليمان طياره نفاسه، ايه يعني انا وياه هيك بسم الله لغه مشتركه. ايوه لا ولا يعني مشتركه، انا ببذل مجهود انه افهم هذا الجيل لانه هو اللي سابقني مو انا اللي سابقته، انا سابقته بشيء ثاني بجوز ما عاد له مهم هذا الجيل، اما هو سابقني بفهم هاي التفاصيل تبع الجيل الجديد اللي مع التكنولوجيا تبعهم مع الاكس بوكس ومع المدري هاي شو اللي انت بعيده عنها. ايه انا هدول مو انه ما بفهمهم، بحاول افهمهم بس وبعيد ما عنهم. بدك اياهم. ايه يعني هديك اليوم عم اقول له لابني، عم اقول له بدي ابعت شغله على النت لهون وبدي اروح انسخها قال لي ليه عم تعذبي حالك؟ قولي لأي حدا يعمل لك اياها. قلت له ليش عم تعاملني انه انا موديل 2010 موديل 1910؟ لا ما بدي افهم.